لسه أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق محل اهتمام وتساؤلات الجمهور على السوشيال ميديا، واللي بدأت في مارس اللي فات لما حسن شاكوش اتجوز ريم طارق، وجوازهم واجه انتقادات كتيرة جدا. ريم سجدت بفستانها شكرا على زواجها من حسن شاكوش في القاعة قدام كل اللي موجودين، لكن مظاهر الحب اللي كانت ما بينهم راحت كلها. ريم كمان عملت محضر في حسن شاكوش بتتهمه فيه ان هو طردها من البيت في وقت متأخر وغير كالون البيت، ده كمان استولى على شبكتها وهدومها والقايمة بتاعتها ووصل أمانة بتاعها بديل مؤخر الصداق، وكل ده حصل بسبب ان حسن شاكوش عرف ان ريم طارق كانت متجوزة قبله وضحكت عليه وما قالتلوش، وده كان كلام واحد من كل قرايب شاكوش. حسن شاكوش طلع ورد على اللي قالته ريم عليه وقال في بوست ليه على فيسبوك: مساء الفل عليكم جميعا، يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار، وإحنا بنخاف على بنات الناس وتربينا على كده، وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي، ما يصحش أتكلم عنها حتى لو حصل إيه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا اتأذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده، كل اللي أقدر أقوله الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة، والحمد لله على كل شيء. ريم ما سكتتش وقررت ترد على شاكوش في ستوري ليها على انستجرام وقالت: مصر كلها كانت عارفة اني متجوزة وعارفة ليه انفصلت، بس انت اللي حبيت تداري على الموضوع علشان البنات اللي كنت موعدها بالجواز، وقلت ليهم امي كانت عايزة بنت تكون اول مرة تتجوز، انا لحد دلوقتي ما تكلمتش ولا عيبت ولا قلت ايه السبب علشان دي اعراض، لكن تروح تتفق مع طليقي يطلع يتكلم وانت عارف اني رفع عليه قواضي وما خدتش حقوقي منه لحد دلوقتي، فروحت تتفق معاه؟ عيب عليك، عيب تجيب واحد ابويا فاتح له مشروع ومعايا كل وصولات الامانه ومع ذلك ما حبستوش، وانا قبل ما اتجوزك عملت كل التحاليل اللي تثبت ده، فشغل رخيص قوي يا حسن بتتحمى في واحد عبيط زي ده. وبعد كل اللي حصل ده حسن شاكوش عمل محضر في ريم طارق في اسم اول اكتوبر واتهمها ان هي اللي سرقت منه نص مليون جنيه قبل ما تسيب البيت، وانكرت ريم طارق زوجة حسن شاكوش قدام النيابه ان هي سرقت حاجه من حسن. ريم طارق خدت قرار تمكين من فيلا حسن شاكوش بكومباوند شهير في 6 اكتوبر عشان تقعد فيها بعد اتهامها لشاكوش ان هو طردها وخد وصل الامانه بتاع مؤخر الصداق. ريم دخلت الفيلا في حضور محاميها وقوات الشرطه عشان تستلم الفيلا بكل اللي فيها، وتم طرد اسره حسن شاكوش كلها من الفيلا، وكان فيها حوالي 10 افراد، وجريت اسره حسن شاكوش جوه الفيلا وامتنعت عن تنفيذ القرار.